لم تتوقف المشاريع الخدمية والعمرانية في الجامعة المستنصرية منذ مدة انتهاء الامتحانات النهائية لطلبة الدراسات الأولية، فعمليات البناء والصيانة والتأهيل مستمرة للارتقاء بالبيئة الجامعية ومتعلقاتها من البنى التحتية استعدادا للدوام الحضوري الكامل في العام الدراسي الجديد 2022-2023. الجامعة المستنصرية وكلياتها ومراكزها ماضية بتنفيذ خطة المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية من حيث الأبنية والمختبرات ووضع خطة زمنية لإنجاز المشاريع في سياق برامجها الخدمية والعلمية والآليات المتبعة لتنفيذها خلال العطلة الصيفية، وذلك سعياً منها للارتقاء بالبنى التحتية للجامعة ولتحسين واقع الخدمات المقدمة للطلبة وتوفير البيئة الأكاديمية المناسبة لهم. مشاريع الجامعة المستنصرية وصلت إلى مراحل إنجاز متقدمة، ومنها أعمال بناء كلية طب الأسنان في مجمع المستنصرية الطبية التي تسير وفق خطة ممنهجة لإنجازها في الوقت المحدد، وكذلك كليات الطب والصيدلة، بالإضافة إلى كليات الهندسة والرياضة والعلوم السياسية والعلوم السياحية والقانون والتربية الأساسية والإدارة والاقتصاد، إلى جانب كليات التربية والآداب والعلوم التي تشهد أعمالاً خدمية مستمرة حتى في أيام الجمعة والسبت خلال العطلة الصيفية لتوفير بيئة جامعية ملائمة للطلبة الأعزاء. كما أن المراكز الطبية والعلمية هي الأخرى تنفذ خطط الجامعة المستنصرية في الارتقاء والتطوير استعداداً للدوام الحضوري لطلبة الجامعة. بقي أن نقول إن الجامعة المستنصرية تشكل نواة وركيزة أساسية في بناء جيل يخدم الحركة العلمية والتربوية، ومن هذا المنطلق حرصت على تهيئة أبنيتها وقاعاتها الدراسية ومختبراتها آملين أن يكون العام الدراسي 2022-2023 عاما جامعيا موفقا للجميع، مليئا بالجد والاجتهاد والنشاط والإنجازات العلمية والتربوية.